الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن بطة رحمه الله: ولا نكاح إلا بولي وشاهدين، والخاطب هو المتزوج. قال: والعدة فرض من الله عز وجل لازمة لكل. قال: لا نكاح إلا بولي وشهاد. كان يقول، وهذا قول، شوف أنت، عقد عجيب هذا التصنيف، عقد هذا الباب ليفرق بين أصحاب الحديث وأصحاب الرأي. كل المسائل المختلفين فيها مع الأحناف أهل الكوفة أتى بها، فأقول انظر أصحاب الحديث ماذا يقولون، أصحاب الرأي ماذا يقولون، ويبين، ويريد أن يبين لك وأن أسعد الناس بالحق هم من أصحاب الحديث، أهل الحديث. وهذا أيضا في تخريج على ما أصلنا، الانحراف العقدي يؤدي إلى انحراف الفقه، الانحراف العقدي يؤدي إلى انحراف الفقه، واستواء العقيدة تؤدي إلى استواء الفقه. طيب، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، والخاطب والمتزوج. طبعا الخاطب والمتزوج هو الذي يزوج نفسه ووكيله، ما فيها شيء، لكن النكاح بغير ولي خلاف فيها بين العلماء عريض. أصحاب الحديث يقولون أن العقد بغير ولي باطل، والعقد له أركان: الولاية والشهادة والمهر. الولاية والشهادة والمهر. قد يكون المهر ما متفق عليه لكنه يكون مبهما، فإن كان مبهما صح العقد ولا بد أن يسمى، وإلا فيكون لها مهر المثل، عشان تفهمه. فارق بأنه يكون مبهم وفارق أنه غير موجود، غير موجود العقد لا صح. كمثلا ممتاز، نكاح الشغار، العقد المهر ليس فيه، فهمتم؟ ها، واضح، الحمد لله. إذن النكاح بغير ولي العقد باطل، والأدلة على ذلك كثيرة. قال الله جل في علاه: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ولا تعضلوهن، الخطاب لمن؟ للولي. لو كانت المرأة تزوج نفسها ما خاطب الولي وقال لا تعضلهن، في إعضال، لأنه قال والله لا أزوجه إياه، أكرمناك بها ثم طلقتها ثم تركتها حتى جاء الخطاب لا نكرمك بها. فقال الله ولا تعضلهن. الخطاب لمن؟ هذا ما احتج به الشافعي، هذا من الكتاب ومن السنة. طبعا ممكن أيضا من الكتاب إلا يعفو أو إلا يعفون أو يعفو الذي بيد عقد النكاح، على بعض التفسير بيد عقد النكاح والزوج، وبعض أهل التفسير هو الولي. وأما الأحاديث فهي أصرح ما تكون، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وأيضا، نعم حبيبي، هذه غير تلك. طيب، هي ولاية الإجبار، هذا حديث في ولاية الإجبار. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، والحديث مختلف فيه. وقال أبو هريرة: كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها أنها زانية. كنا نعد، كنا من؟ يبقى اتفاق الصحابة على ذلك. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. أما الأحناف فقالوا بجواز النكاح بغير ولي، استدلوا على ذلك بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: والأيم أحق بنفسها، البكر تستأمر والأيم أحق بنفسها. قالوا أحق بنفسها بعيدا تزوج نفسها. قالوا أيضا من ذلك بالقياس على البيع والشراء، لأن لها ذمة مستقلة تبيع وتشتري، والفرج مقابل الصداق، فكأنه البيع فجاز لها ذلك. وأجاب عن حديث لا نكاح إلا بولي، قالوا هي تستأذنه على الإذن فقط، المسألة على الإذن فقط. والصحيح الراجح في ذلك أن الحديث جاء صريحا نصا محكما لا احتمال فيه. قال:
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. والإذن هنا قد فسره الرواية الأخرى بقوله لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقول لا فعلاء ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. هذا على الجميع، هذا على الثيب والبكر. قال: والعدة فرض من الله عز وجل لازمة لكل مطلقة ومختلعة مدخول بها، وكل متوفى عنها زوجها مدخول بها أو غير مدخول بها. لا ينكر العدة على النساء إلا مبتدئ مخالف لله ولرسوله راد لقولهما كافر بكتاب الله عز وجل. العدة في كتاب الله تعالى نصا، والعدة في سنة مسلم، والنساء أصناف بالنسبة للعدة، النساء أصناف بالنسبة للعدة، اليائسات واللائي لم يحضن، واللائي يحضن هذا صنف، وأيضا المتوفى عنها ها زوجها، والمطلقات. فالعدد هنا متنوعة. فإن كنا على الوصف الذي وصف الله تعالى واللائي يئسن من المحيض أو الصغيرة التي لم تحض، قال الله جل في علاه قال: واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، واللائي لم يحض. فجعل العدة للمطلقات إن كانت يائسة وإن كانت صغيرة ثلاثة أشهر، وأما التي تحيض فجعل نسلم العدة للمطلقة ثلاث حيض على الراجح الصحيح. فقد اختلف العلماء، الشافعي المكي قالوا القرء هو الطهر، والأحناف الحنابلة قالوا القرء هو الحيض. فصل الخطاب مع أن وجهة النظر مع الشافعي المكي أقوى بكثير، لكن فصل الخطاب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا ذهب قرئك فامسكي عن الساعة، فإذا ذهب قرئك فاغتسلي، أو قال: فتطهري وصلي، فإذا جاء قرئك فامسكي عن الصلاة. يبقى جاء قرئك يعني جاء حيضك، ذهب القرء يعني ذهب الحيض. فهذا فاصل في الخطاب. وأيضا المطلقة التي تحيض ففيها قال سلم ومطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والحامل تخرج عن ذلك بأن الحامل عدتها سواء كان متوفى عنها أو مطلقة الوضع ثابتة، هذه ثابتة. وأما اليائسة والتي تحيض لو توفي عنها زوجها أيضا أربعة أشهر وعشرة غير الحامل، لأن المتوفى عنها عدة المتوفى عنها عموما سوى الحامل، عدة المتوفى عنها عموما سوى الحامل. قال الله في كتابه قال: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهمت العدد على كده؟ في إيه؟ اللي ملاش عدة خالص هذه المعقود عليها، المعقود عليها ملاش عدة خالص عند الطلاق ولها عدة عند الموت، التي عقد عليها زوجها ولم يدخل بها إذا طلقها فلا عدة لها، فإن مات عنها فلها العدة أربعة أشهر وعشر. لأن ابن مسعود لما رأى له وسألوه عن امرأة عقد عليها زوجها فمات قال لها المهر، لأنها مزوجة لها المهر، هي مهر المثل لها المهر، قال لها المهر وعلي ولها الإرث وعليها العدة، لها المهر وعليها الإرث وعليها العدة. فالمرأة المتوفى عنها زوجها عموما عدتها أربعة أشهر وعشر، إلا الحامل عدتها أن تضع الحمل لقول الله على عموما: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ده تعرض العمومات، هذا الراجح فيها. ولذلك الذي رجح هذا العموم حديث سبيعة الأسلمية أنها لما مات عنها زوجها وقد ولدت سريعا فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال لها أبو السنابل: تريدين النكاح يا لكع؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشر. قالت: فإن مات عليها ثيابي. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: قد حللت للخطاب، قد حللت للخطاب. ده أعطاه المهر. فقام رجل فقال له حكم النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشخ هكذا. ثلاث أشهر
كان نظر ابن عباس هو الصحيح، لأن الجمع بين الدليلين هو الأولى طبعا، طبعا إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. للعدة مالها؟ بيقول إيه؟ لأنها زوجة، ولحق الزوج العظيم. لا يعتد يعني زوجي يبقى معطلا يعني؟ يبقى معطلا أصلا هذه سنة كونية يعني. النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قالت له لما قال دخل عليها قالت ورأساه، قال بل أنا ورأساه، إن أنت متي غسلتك وصليت عليك واستغفرت لك. قالت إن أنا مت وربي لتع... يعني لا 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 لتع... تعرس علي في نفس الليلة، في نفس الليلة تتزوج علي. فهذه طبيعة الرجال طبعا، براءة الرحم ومسألة الحمل والحيض وكل هذا. هم يقولون هذا كلام صحيح، لا عدة على الرجل بحال من الأحوال، يقال محظور عليه لكن لا تسمى عدة عليه. قال ومن السنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتفاء لأمره والاقتداء بهديه والأخذ بأفعاله والانتهاء إلى أمره وإكثار الرواية عنه في كل ما سنه واستحسنه وندب إليه وحرض أمته عليه ليتأدبوا به فتحسن بذلك في الدنيا آدابهم ويعظم عند الله قدرهم. قال ومما أمر به وصحت به الروايات عنه فيه استعمال ذكر الله عز وجل في المواطن وعند الحركات، مثل التسمية عند أول الوضوء، والمبالغة في الاستنشاق، والدعاء في بما روي عنه عند غسل الأعضاء، وأن يبدأ الرجل في غسل أعضائه ولبس ثيابه وخفيه ونعليه وكل ملابسه بيمينه، ويبدأ في الخلع بيساره، وكذلك الأكل بيمينه والشرب كذلك، وتركهما بالشمال، والاستنجاء بالشمال وتركه باليمين، وإدخال رجله اليسرى عند دخول الخلاء، وقوله بعد ذكره اسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث، وإخراج الرجل اليمنى وإخراج الرجل اليمنى إذا خرجت، وقوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، واستعمال العشر التي قيل إنها من الفطرة وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، وهي خمس في الرأس وخمس في الجسد. فأما اللواتي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب والفرق، وأما اللواتي في البدن فالاستنجاء والختان وحلق العانة وتقليم الأظافر ونتف العطفين. قال ومن السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتأخيرها إذا خرج، وقوله عند الدخول اللهم صل على محمد النبي وسلم واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. جزاك الله خير. يقولها من السنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا السنة هي الطريقة، طيب، وهي يعني الهدي. والسنة عند علماء الحديث كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية، وهذا المقصود الآن، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في الهيئات. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله تعالى في علام وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الله تعالى في علام يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وأناط الهداية باتباعه. قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. قالوا يا رسول الله قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عطوا علي بن والد فإنه ما يعش منكم فسأرى اختلافا كثيرا.
فعليكم بسنات فإنه ما يعش منكم فعليكم سمع والطاعة. ثم قال فإنه ما يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، قال وكل ضلالة في النار. وأيضا قد قال صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني، هذه علامة المحبة، من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. الصحابة ما تركوا شاردة ولا وردة ولا شاردة ولا فد، حتى أفعال المسلم، حتى النوم، حتى طريقة المشي إلا وقلدوا المسلم فيها، من شدة تحري الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فازوا وارتقوا وعلوا سموا بل عبدوا العباد رب العباد، شدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. انت ترى لما جاء عمر الخطاب يتكلم مع ابي بكر في جمع القران، وجاء حذيفه اولا يتكلم مع عمر في جمع القران، قال كيف نفعل شيئا لما فعله رسول الله، ثم يقول ابو بكر كيف نفعل شيئا لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو وعمر لما قال لابي بكر قال ألسنا الحق ألسنا الباطل، فلما نعطي الدناية في ديننا، قال الزم غرزه، الزم غرزه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك حتى في الأفعال، أبو أيوب الأنصاري لما ورد المسلم كف عن الأكل الذي فيه البصل وكان مطبوخا، ولذلك عمر قال أميتوه بالطبخ، قال لا، لم يأكل البصل بعد ما رأى المسلم أنه كف عن البصل. وقال المسلم لأبي أيوب كل إني أنادي من لا تناجي، ومع ذلك ما ارتضى ائتساء، أراد نفسي أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس يقول والله ما كنت أحب الدباء ولا أريد الدباء، وما أحببت الدباء القرع إلا بعد أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في الصحفة. هذا شدة التحري للتمسك بالسنة. ابن عمر كان يسأل أين نام النبي صلى الله عليه وسلم، أين مشى النبي صلى الله عليه وسلم، أين. ولذلك كان ابن عمر يأتي إلى مكة فيلبس النعال السبتية ويصبغ بالأصفر، وأيضا لا يهل إلى اليوم الثامن. فسألوه عن ذلك، قال أما النعال السبتية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبستها تأسيا. قال وصبغ بالصفرة، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالأصفر فصبغت كما صبغ النبي صلى الله عليه وسلم. الإهلال ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فأتساب قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال الحل كله ثم يهل بعد ذلك في اليوم الثامن. تأسي التحري بالتأسي لسنة المسألة. فعمر الخطاب ضرب أروع الأمثلة عندما نظر الحجر وقال أنت حجر لا ينفع ولا يضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني أيضا فيها دلالة واضحة جدا على الكلام على التأسي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما رأى علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويشرب من فضل مائه قائما، قال قد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي هذا وشرب قائما، ولا أنكلن بأناس يحرمون الشرب قائما عن الناس. لماذا؟ التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي إذا نفعل. فهم يفعلون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في منتهى الأمور، كل الأمور. إذا الضرع يضرعون، إذا مشى يمشون كما يمشي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينظرون إلى دل النبي صلى الله عليه وسلم وسمت النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك. قال والإكثار من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإكثار من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرف ليس بعده شرف، كما دخل يحيى بن أكثم على هارون الرشيد فقال له هارون يا يحيى من أشرف الناس؟ قال أنت أمير المؤمنين، أنت ابن عم رسول الله، وأنت خليفة المسلمين. قال لا كذبت، أو قال أخطأت، أفضل الناس أو خير الناس رجل ربط اسمه باسم النبي صلى الله عليه وسلم يعقد مجلس تحديث يقول حدثنا فلان عن فلان وحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكثرة الرواية دلالة على الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم الناس أو أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه أكثرهم رواية. لذلك الأمة أفضل من فيها سبعة، وهم السبعة الإيش؟ سبعة المكثرون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لهم مكانة مرموقة في الأمة، جابر وأنس وسعيد الخدري وابن عمر عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وسيد المكثرين من أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال الإكثار من الرواية في كل ما سنة واستحسن وندب إليه، يعني سواء كانت سنة واجبة أو سنة مستحبة أو رافية. سنة واجبة كإحفاء اللح، سنة واجبة، سنة مستحبة كالسواك، سنة مندوب إليها
شو لا السواك لا مندوب عليها تخفيف. ها لا قول الضحى لأن الضحى تركها وفعلها لأبي هو وأمي. قال وحرص الصحابة ليتأدبوا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم فتحسن ذلك الدنيا والأدب. يعني هم أصلا حسن الأدب أن يتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم. ورد النبي صلى الله عليه وسلم حليما فأكون حليما، ورده كريما جوادا فأكون كريما جوادا. ولذلك قال المصنف من أمتع ما قال، قال ويعظم قدرهم عند الله. يعظم قدرهم عند الله بشدة تحري الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال واستعمال ذكر الله تعالى في المواطن هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال كل ذي أمر ذي بال لم يذكر فيه بسم الله فهو أبتر فهو أجزم. وذلك الكتاب ابتدأ بالبسملة والسنة ابتدأت بالبسملة. قال مما أمر به وصح به روايات، مما أمر به وصح به روايات استعمال ذكر الله جل وعلا في المواطن أو عند الحركات، كما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال 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 انصحني ولا تطل علي، قال اجعل لسانك ها رطبا بذكر الله. وزي قال مسلم كلمات كلمتان حبيب كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله بحمده سبحان ربي العظيم. لما دخل المرأة وتسبح قال ما زلت تسبحين قد قلت أنفا أربع كلمات بكل ما فعلت سبحان الله عدد خلقي ورضى نفسي وزينة عرشي ومدادة كلماتي. علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات. أيضا قال إذا أخذت من جاعك فقول اللهم إني وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك إلى آخر الذكر وآخر الدعاء. قال لمعاذ يا معاذ لا تدع إني أحب والله إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تدعو وتقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن حسن عبادتك. قال المبالغة في الاستنشاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. والعلماء هنا اختلفوا في الاستنشاق على قولين، الحنابلة يرون بأنه واجب واجب في الوضوء، وطبعا الخلاف على قول ثلاثة، منهم من قال المنتظر الاستنشاق هي هما واجبتان في الغسل دون الوضوء، وبعضهم قال عكس في الوضوء دون الغسل، وبعضهم قال المضمضة المضمضة مستحبة والاستنشاق واجب لقوله بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. هو الصحيح الراجح في كل ذلك أنها سنة أنها مستحبة لقول الله تعالى إذا قمتم لصلاتي فاغسلوا وجوهكم، ولم يكن ما تكلم على المضمضة والاستنشاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العربي قال توضأ كما أمرك الله، في رواية اغسل وجهك، ولم يذكر المضمضة ولا الاستنشاق. قال والدعاء بما روي عند عنه عند غسل الأعضاء، الحق أنه لم يثبت أي دعاء عند غسل الأعضاء. الأحناف هم الذين يقولون بذلك، والأحاديث في هذا كلها ضعيفة والأحكام فرع على التصحيح. لا يصح هذا الكلام بحال من الأحوال. الصحيح أن الأحكام فرع عن التصحيح، وأن الأحاديث التي وردت في الدعاء في كل عضو من الأعضاء أنها لم لا تصح. والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يقول بعد الوضوء أنه يسمي أولا، والوضوء لم يذكر اسم الله عليه، وفي نهاية الوضوء أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد إلى آخر الحديث. لأن عمر بن الخطاب لما أعجب من ذلك قال أعجبت من هذا، هناك ما هو أعظم منها، وذكر ما قال مثل ما قال المؤذن، وقال اللهم ربي هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مقاما محمودا، قال نالته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طب والتسمية عند أول الوضوء، والتسمية أيضا مستحبة ليست واجبة لقول سلم. أما حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه حديث ضعيف، وإن صح على ما حسنه بعض العلماء من المتأخرين كعلامة الشام المجدد المحدث العلامة الألباني، يمكن أن نقول عند تحسينه أو تصحيح المعنى لا وضوء كاملا، لا وضوء كاملا، وإلا فقد قال سلم توضأ كما أمرك الله. قالوا أن يبدأ الرجل ها وأن يبدأ الرجل في غسل أعضائه ولبس ثيابه وخفة وخفه ونعله وكل ملابسه بيمينه ولا بيساره. طبعا هذا لصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرب التيمم في شأنه كله في ترجله وتنعله وثيابه ويجعل الأخرى لقضاء الحاجة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيمنون فالأيمنون، وهذا عموما إلا في حالتين. سنة اليمين في كل حال مستحبة إلا في حالتين. الحالة الأولى عند الكلام، كلام لا يتكلم الأيمن لا يتكلم الأكبر،
لأن مقصود الكلام أن يظهر والإظهار يكون مع الأكبر. ولذلك قال مسلم حيث لا ينظر اليمين واليسار قال له كبر كبر وعند السواك، لأن سلم نام وراء أنه يعطي السواك أعطى السواك للصغير فقيل له كبر كبر فأخذه وأعطاه للكبير. حالتان يخرجان من عموم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرب التيمم في كل شيء. قال وكذا الأكل باليمين جعلها هنا سنة على 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 ضرب من على ضرب الأئمة الأربعة بأن هذه من الآداب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، والحق أن الاتفاق كل مما يليك على الاستحباب ليست على الوجوب صحيح. فقالوا إذن دلالة الاقتران هنا تعمل، يبقى الثلاثة على الاستحباب والصحيح أنها على مبيها على الوجوب حتى تأتي قرينة تصرفه من الوجوب الاستحباب. الأسيامة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بشمالكم فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشمال. قال والاستنجاء بالشمال وتركوا باليمين، وطاعة الاستنجاء بالشمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى كما قال ابن سليمان كما قال سلمان الفارسي ونهانا أن نتمسح باليمين، ونهانا أن نتمسح باليمين أو قال نهانا أن نمس الذكر باليمين. فلذلك قال والاستنجاء بالشمال، وهذا فعل المسلم هو الذي أمر به، لأن عائشة قالت وكان يدع للشمال لقضاء حاجته. قال وإدخال رجله اليسرى عند دخول الخلاء وقوله بعد ذلك اسم هو طعم من الأدب. إذا دخل الخلاء يقول بسم الله أولا يقطع نظر الشياطين بسم الله، ويدخل باليسار بسم الله أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال غفرانك قال غفرانك، وأخرج اليمنى إذا خرج وقال الحمد لله يذهب عني الأذى وعفاني. هذا حديث ضعيف. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني حديث ضعيف، وتساءل فيه بعض العلماء على أنه من باب فضائل الأعمال. والصحيح يغنينا قال كان يقول غفرانك، وغفرانك أنه فات وقت مضى وقت لا استغفار فيه أو لا ذكر فيه. قال استعمال العشرة التي قيل أنها من الفطرة وهي سنة أبينا إبراهيم، هي خمس في الرأس وخمس في البدن، أما اللواتي في الرأس فالمضمضة الاستنشاق، وقد بينا أنها سنة. والسواك سنة لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وقص الشارب العلماء يقولون قص وجز، والحنابلة يقولون أن الجز هو السنة، وهذا مخالف السنة بل السنة القص، وروايات الجزة التي جاءت عن ابن عمر وغير ابن عمر تحمل على القص. وفاصل الخطاب أن مغيرة بن شعبة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال وكنت وافر الشارب، قال تعالى فلا أقصن شاربك على سواك، وأخذ السواك وضعه وقص الشارب. هذه فيها دلالة أنه لم يجز، ويكون حمل روايات الجز على أنها فوق الشفة حتى لا يعلق بها الطعام، فيكون الجز للشفة فقط فوق الشفة وليس الجز للكل. وإلا الإمام مالك قال الجز للشارب فعل أهل المجوس أو غير المجوس، قال هذه مثلى يعذر عليها صاحبه. والفرق في الرأس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يزدل وبعد ذلك فرق. وأما الوقت في البدن فالاستنجاء، والاستنجاء واجب هيصنه لكنه واجب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر بالقبرين قال يعذبان ويعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من البول فإن عمت عذاب القبر منهم. والختان للرجال والنساء واجب عند الشافعية، وللرجال واجب عند الجمهور أو باتفاق، والختان للمرأة سنة عند الجمهور. والاستدلال على ذلك بأن إبراهيم عليه السلام اختتن، قال الله تعالى فبهداهم اقتدي فبهداهم اقتدي، وقال وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ولم يأتي من شرعنا ما يخالف ذلك، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالختان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالختان، وقال أن المولود يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويختتن، فالختان وحتى وقت له التوقيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النساء فالنساء شقائق الرجال في الأحكام، وحديث أشمي ولا تنهكي حديث حسن، قال فإنه أحظى للزوج وأنظر للوجه. وحلق الآن وهذه أيضا من السنة، لكن لا وقت لها السنة توقيت 40، فلا تركها فوق 40، فإن تركها فتكاثرت فأجمعت أو جمعت تحتها ما لا يستطيع الوصول الماء إليه أو أنه يكون من الأمور التي تستقذر
يأسم من ذلك، وإلا فلا يأسم. وتقليم الأظفار كذلك، ونتف العطفين الإبط يعني كذلك. في شاني؟ نعم. قام من السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد. نعم، هذا أداب من أداب دخول المسجد، هذه أداب المسجد، أداب المساجد. أن يدخل بالرجل اليمنى ويقول بسم الله، اللهم صل على محمد، على اللهم صل على محمد النبي وسلم، واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ورد في السنة أن النبي قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك، ويصلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول اللهم إني اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول اللهم إني أسألك من فضلك، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن السنة الوقار في المشي والسكينة عند المشي إلى الصلاة. قال وألا يفرقع الرجل أصابعه إذا أراد الصلاة، ولا يشبك يديه فيها، ويترك العبث فيها والالتفات، وترك العبث بالخاتم واللحية، ودوام الخشوع، والنظر إلى موضع السجود، ووضع اليمين على الشمال تحت السرة كفعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره بذلك، والجهر بآمين عند قول الإمام ولا الضالين، ومد الصوت بها، وكثرة ذكر الله عز وجل، وذكر العلم في المسجد، وترك الخوض والفضول وحديث الدنيا فيه، فإن ذلك مكروه. وقد رويت فيه أحاديث غليظة صعبة بطرق جياد صحاح ورجال ثقات، منها ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد، إمامهم الدنيا، لا تجالسوهم، فليس لله فيهم حاجة. ومنها ما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يجلس الناس في المساجد ليس فيهم مؤمن حديثهم في الدنيا. قال: ومنها ما قاله الحسن: سيأتي على الناس زمان يجلسون في المساجد حلقا حلقا حديثهم الدنيا، لا تجالسوهم، فإن الله عز وجل قد تركهم من يده. فهذا كله من حديث الدنيا وأهلها في المساجد. المشي إلى الصلاة، وهذه فيها أداب، والأداب قال ابن سلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكلما كان وسيلة للصلاة والأداة على هيئة كان أن السلام عليها، فوجب للإنسان أن يعمل بها. قال: ومن السنة الوقار، وذلك السلام قال يعني نهى السلام عن الإسراء إلى الصلاة، قال: فأتوها وأنتم ها أو أنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار، وعليكم السكينة والوقار. فأمر بالسكينة والوقار في إذا ذهب المرء إلى المسجد. طبعا من التصحيفات التي كانوا يقولونها أن بعضهم قراها فأتوها وعليكم أو مع السكينة والفار، يعني ما واحد يأخذ فار ويأخذ سكينة ويذهب إلى المسجد. يقول يعني هل الشرع يأمر بذلك؟ تصحيف من باب التصحيف، لكن هذه هيئة أنت تذهب إلى ربك، فهيئة أن تكون بالسكينة والوقار. والحق أن مسألة أنه يفتح الخطوة ليس لا تنافي السكينة والوقار، وإلا كان يفعل ذلك ابن عمر وكان يفعل ذلك ابن مسعود، لكن كما قلنا يكون في الاعتدال. كأنما انصبب من أو انحدر، فهو يكون المسألة مسألة أنك لو أسرعت للصلاة دون خلل بالسكينة والوقار صح ذلك، دون خلل بالسكينة والوقار صح ذلك. ولا فرق أصابعه، ولم يرد دليل حديث صريح على ذلك، من كان عن بعض الموقفات في هذا الباب لم يرد أي دليل عن مسألة فرقعة الأصابع وأنها محرمة، ليس فيها كما قلنا أي شيء. وإن كان بعضهم أتى بحديث عن علي وهو في الحارث بن الأعور، أو الحارث الأعور وهو كما قلنا ضعيف، وطبعا الشعب يقول أنه كذاب. وأما تشبيك اليدين فقد ورد النهي عنها عن السلام أنه قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة، فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة، لأنه التشبيك ليس كهيئة الصلاة، وهو الآن في صلاة فلا بد أن يكون على هيئة الصلاة. قال: أترك العبث فيها يعني في يده
والالتفات وترك العبث بالخاتم واللحية ودم الخشوع والنظر إلى موضع السجود. النظر إلى موضع السجود هذا قول الجمهور، والمكان المالكية يرون النظر إلى الأمام، لو كان في الكعبة النظر إلى الكعبة وليس بصحيح، والصحيح أنه ينظر إلى موضع السجود. قال أترك العبث فيها والالتفات وترك العبث بالخاتم واللحية. فدخل ابن سعيد المسيب على رجل ويصلي يلعب في لحيته، قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، ويرونه مرفوعا موضوعا لا يصح، هو عن المسيب ومقطوع. فابن المسيب قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، وهذه فيها أنه قد قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلة، لا تتكلم لا تتحرك. ولذلك العلماء يقولون من تحرك حركات نظر إليه ناظر قال هو ليس في صلاة، صلاته تبطل بذلك. ووضع اليمين على الشمال تحت السرة كفعل عليه، وهذا ضعيف. هناك حديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخاصم، نهى أن يضع يديه على الخاصرة، بل الذي ورد في كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى تحت الصدر في الصلاة، اليمنى على اليسرى تحت الصدر في الصلاة، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والجهر بأمين عند قول الإيمان ولا الضالين، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإيمان فأمنوا، فإن من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني الملائكة تؤمن في السماء، فإذا وافق التأمين غفر له ما تقدم من ذنبه. الحق أنه قال لا تعجل علي، أبو هريرة يقول إنسان تعجل علي بقول أمين، فأنت تسمع الإمام عندما يقول أمين تقول أمين، فالموافقة على ثلاثة موافقة الإمام موافقة الملائكة. وهذه عندما ذلك الإنسان قال فإذا قال ولا الضالين فقولوا أمين، فقولوا أمين. ثم قال من أداب المسجد وكثر ذكر الله تعالى، قلت أنت هذه قرأتها؟ نعم. وذكر العلم في المسجد، كثر ذكر الله تعالى في المسجد، والمسجد حلق المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر وحلق العلم، وإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وأيضا ذكر العلم في المسجد، المساجد ما بنيت إلا للعلم، المساجد لم تبنى إلا للعلم حقا بعد الصلوات، وبناء الأمة الإسلامية بالعلماء. لذلك قال سلام لله ملائكة سيحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر وحلق العلم، فإذا وردوا قالوا دونكم التمسوا حلق الذكر، ثم يحفونهم إلى السماء، ثم يسعدون مع ذلك ربهم جل في علا يسألهم وأعلم بهم، إلى أن قال هؤلاء القوم لا يشق بهم جلسوهم. وهذه المجالس هي أفضل مجالس، مجالس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم، إلا حفتهم الملائكة وخشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. لذلك قال من الأداب ترك الخوض والفضول، فضول الدنيا. ممكن كان الصحابة يتبادحون بقشر البطيخ، وكان الحبشة يلعبون بالحربة في الأعياد، فلها مواطن ولها آداب، لكن لا يجعل المسجد لأمر الدنيا. ولذلك الإنسان قال من أنشد ضالة فقل من نشد ضالة في المسجد فقل لا ردها الله عليك. وإذا باع واشترى في المسجد قل له لا أربح الله تجارتك، لأن هذا نعم سوق، لكنه سوق الآخرة، لا يصح أن يلوث بسوق الدنيا بحال من الأحوال. نعم. وقرأت أنت الأحاديثين، جزاك الله خير. في شيء ثاني؟ كيف؟ من البيع والشراء؟ قال لا تقوم الساعة حتى يجلس الناس في المساجد ليس في مؤمن حديثهم الدنيا، نعوذ بالله من الخزلان. نعم تفضل. في ايش ثاني؟ وقال قول الحسن ساعات عن زمان يجلسون في المساجد حلقا حديثهم الدنيا، كما قلنا الدنيا لا صح عن والبيع والشراء. انت وقفت عن البيع والشراء؟ ماشي تفضل. قال والبيع والشراء بالجدال والخصومة وإنشاد الضوال وإنشاد الشعر الغزل ورفع الصوت وسل السيوف وكثرة اللغط ودخول الصبيان والنساء والمجانين والجنب والارتفاق بالمساجد واتخاذه للصنعة والتجارة كالحانوت مكروه كله والفاعل له آثام لنهي آثم
والفاعل له آثم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغليظه على فاعله. طبعا البيع والشراء كما بينا أن السلام نهى عن البيع والشراء في المسجد، أما قضاء الدين في المسجد فيجوز، لأن ابن حضرت كان مع كعب فكان له مال فكلمه على المال فعالت الأصوات فنظر الإنسان فقال من قال مهن، فقال يا رسول الله مالي، فقال له يا رسول الله ما عندي أنا معسر ابن حضرت، فقال فأشار الإنسان لكعب أن ضع الشاطئ، قال قد فعلت يا رسول الله، فقال ابن حضرت قال له الإنسان قم فقد، فقضاء الدين في المسجد يجوز، قضاء الدين في المسجد يجوز، أما البيع والشراء فلا يجوز، لا أربح الله تجارته كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شهد الضالة أيضا لا يجوز، لا رد الله عليه ضلته بحال من الأحوال. وأما سأل السيوف لأن في ضرر، لا ضرر ولا ضرار، لعمل النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق أن يخفي نصل رمحي. الخصومة أنه تعلو الأصوات كما علت الأصوات المساجد لابد منها من الأداب. لما رأى عمر بن الخطاب رجلا على صوته في مسجد المدينة قال لولا أنك لست من أهل المدينة لأوجعتك ضربا، لأنه قال له أنا من الطائف. وأما دخول الصبيان والنساء والمدينين والجنوب يجوز دخول النساء، ليس فيها ثمة شيء، بل النساء كنا يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل طلبنا النبي أن يعقد لهن درسا في المسجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صريحا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وذلك لما قال بلال لابن عمر لنمنعهن إذا لاتخذناه دغلا وكزه، وقال لعنة الله عليك أقول قال رسول الله تقول كذا وكذا. ولذلك عمر الخطاب كان يكره أن امرأة تذهب إلى المساجد فتقول له امرأته تمنعني، يقول لا ولكني أكره ما أستطيع، كما قال عبد الله بن الزبير غمزها متخفيا حتى ترجع فلا تذهب إلى المسجد، لكن لها أن تدخل، والصبيان لهم أن يدخلوا، وإلا فقد دخل أبي بن كعب فورد صبيا صغيرا يقف في الصف الأول، فقال له يا هذا مكاني أنا من أولي الأحلام والنهى، فهم كانوا يعلمون أن الصبي يأتي إلى المساجد، بل الصبي ممكن يأم قومه، كما كان في عمر بن سلمة أنه كان ابن 7 سنوات وكان أحفظ الناس قرآنا، فأتوه بثياب جديدة وفرح ما فرح إلا بهذه الثياب، وهو الذي أم قومه. أما المجانين ففي حديث جنبوا المجانين المسارد لا يصح، حديث جنبوا المجانين المسارد لا يصح، لكن نحاول قبل كان أن نجنب المجنون أنه سيضر المصلين وأيضا يحدث في المسجد ما يحدثه من الأضرار، لكن إن تحكم فيه يدخل وليس فيها ثم شيء. ولا يجوز أيضا أن يجعل المسجد ممرا، أن هذه من علامات الساعة. والجنوب نعم، والجنوب لا يجلس في المسجد، لأن قول الله تعالى إلا عابري سبيل حتى تغتسل، وحديث لا أحل المسجد للجنوب ولا الحائض حديث ضعيف، حديث لا أحل المسجد للجنوب ولا الحائض حديث ضعيف. لكن يعني عمر الخطاب لما وجد رجل مع أبي موسى الأشعري دخل أبو موسى الأشعري ولم يدخل رجل، فقال له عمر الخطاب لما لم يدخل، هو جنوب؟ قال لا إنه نصراني، حتى كتب له قال استعمل المسلم، قال لا نجد غيره ميرا، قال مات النصراني، وقال ذلك عمر الخطاب والذي قال بذلك، قال ابن موسى مات فلان، يعني اعتبره مات وانظر إلى أحد من المسلمين إذا كنت تريد أن تستعمل أحد من المسلمين. قال ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وغلظ على فعله أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد ليس بينهما غيره، ولعن أيضا المتجردين في إزار، ونهى عن المكامعة وهو أن يتعرى الرجلان في ثوب واحد، ونهى أن يتعرى الرجل في بيت أو غيره أو ينظر إلى عورة أحد غيره، وأن يحدث الرجل بما يخلو به مع امرأته، وأن يحذف الرجل بالحجر، وأن يخذف الرجل بالحجر، يحذف أو يخذف اثنان صحيحان، وأن يخذف الرجل بالحجر ويرمي بالمدر في الأمصار، ونهى عن اليمين الكاذبة، وأن يباع التمر حتى يزهو، وزهوه إصفراره واحمراره، وأن بيع الكلب والقرد والخنزير، ولعب النرد والشطرنج، ولعب النرد والشطرنج، وأن يخلو الرجل بامرأة غير ذات محرم، وأن يقول الرجل لا نزال بخير ما بقيت لنا، وما شاء الله وشئت، وأن يحلف الرجل بغير الله، وأن يحد الشفرة والشاة تنظر إليه،
وأن يستعمل الأجيرة حتى يعلم كم أجرته. خلاص خلصت أنت الكتاب كده، جزاك الله خير. قال نهى أن يباشر رجل رجل في ثوب واحد، طبعا هذا ليس بينهما شيء، لما أنه مدعات إلى فعل الفحش، ففعل الفحش هنا أغلظ من الزنا، اللواط أغلظ من الزنا، لذلك بعض العلماء من الحنابلة يرون أن اللواط حده القتل، وهذا قول ابن عباس أن يلقى من شاهق ثم يرمى بالحجارة، بل يقال بأن أبا بكر قال بالحرق في هذا الباب، فهو أغلظ، لذلك منعت هذه المسألة سدا للذريعة وحسما للمادة، سدا للذريعة وحسما للمادة، لأن الرجل إذا أتى الرجل فإنه قد أتى فعلا قد أنزل الله العذاب الشديد على من أتى بهذا الفعل بعذاب قال فيه الله للفعلان وما هي من الظالمين ببعيد. طلب القرية وأمر الملك أن يلقيهم بالحجارة، ونهى عن المكامعة، والمكامعة هو أن يتعرى الرجل مع الرجل في ثوب واحد، لما لأنه وسيلة إلى أن يقع في اللواط الذي هو أعظم من الزنا. قال أو ينظر إلى عورة أحد غير، زي قال سنة احفظ عورتك، قالوا نأتي بها نساءنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من نسائكم، وقال أرأيت الرجل يكون خاليا، قال الله أحق أن يستحي منه، قال مر النبي صلى الله عليه قال يعذبان وما يعذبان في كبير، قال بل هما يعذبان في كبير، ثم قال أما الآخر أما الأول فكان لا يستتر من بوله، يعتذر عورته. قالوا أن يحدث الرجل بما يخلو به مع امرأته، نعم لو نام على سرير واحد كل واحد يغطى لا يدخل في النهي، والأولى التفريق، كان الولد والبنت التفريق في المضارع عند السبع هذا الأولى، وأن يحدث الرجل بما يخلو به مع امرأته، لأن السلام مثل ذلك مثلا، قال إنما مثل شيطانا لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه، إن هو لما يصور نفسه ماذا فعل مع امرأته كأنه بيّن له أنه قد جمعها أمام الأعين، لكن هذا يعني ممكن للرجل أن يتحدث مع امرأته أو مع المعقود عليها بما يثير أو يثيرها عفة، فهذا يحل له أن يفعل ذلك، وإلا فهذه خاصة رجل بامرأته، أما مع غيره فلا يتكلم مع غيره أنه كان يفعل كذا وكذا لأنه مدعاه حتى إلى النظر إلى امرأته. قال أن يغذف الرجل بالحجر ويرمي بالمدر في الأمصار، أن يغذف الرجل الحصى عندما تلقى فيها ما فيها من الإذاء، لما مر عبد الله بن المغفل على ابن عمه يحذف قال له لا تحذف، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحذف، قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا إنما تكسر السن وتفقع العين، لما مر عليه اليوم الثاني ورده يفعل ذلك، قال أقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحذف وتحذف، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له عبد الله المغفر لا ما كلمتك ما حييت، ونهى عن يمين الكاذبة. اليمين الكاذبة هي اليمين التي يقتطع بها مال امرئ مسلم، اليمين الكاذبة هي اليمين التي يقتطع بها مال امرئ مسلم. قال الله جل وعلا الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث الصحيحين من حلف على يمين هو فيها فاجر، وفجور أنه يحلف كذبا ويعلم ذلك ليقتطع مال المسلم، من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وأما بالنسبة لبيع الثمر حتى تزهو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهو، فقالوا وما تزهو؟ قال تحمار أو تصفار، تحمار أو تصفار، يبقى طيب الثمرة، أن تطيب الثمرة، لا يجوز البيع حتى تطيب الثمرة، لأنه ممكن أن يعني أن يبيع له ويحدث لها الفساد، فبهذا يكون قد أكل أمان الناس بالباطل. ونهى عن بيع الكلب والقرد والخنزير، أنا ما رأيت حديثا صريحا في حرمة بيع القرد، القرد الذي يلتف هذا وتشتريه لترى منه هذه الألعاب أو تستخدمه في هذا الأمر ما في شيء، الحديث جاء صريحا في حرمة بيع الكلب، ثمن الكلب خبيث، قال صلى الله عليه وسلم من جاءك أطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب، نعم.
طيب ايوه حرم ثمنه ليه؟ لاكله. طب ما هو حرم اكل الحمير والحمير تباع وتشترى للحمل. هو اشترى القد لا لياكله، اشترى القد ليراه يلعب امامه فيمتع نظره، يجوز. اما لو اشترى القد ليسرق البشر فهذا لا يجوز، يبقى حسب الوسيله، مفهوم؟ اما الكلب فنص صريح نهى عن ثمن الكلب والسنور. ايش قال؟ ايش قال؟ بالنسبة للقرد ما قلنا المنفعة فيه هو النظر. أما الخنزير فلا يجوز بيعه للأكل، لا يجوز بيعه للأكل لأنه محرم نجس، فهو لا يجوز بيعه للنجاسة. على القرد لا، بتكلم على الخنزير، الخنزير لا يجوز بيعه لأنه نجس فيدخل في الميتة مع الميتة مع غيرها، والخمر عند الأئمة الأربعة للنجاسة، مفهوم؟ ثبت وثبت ضرر. نعم ثبت، نعم ثبت ضرر ال ال الخنزير. نعم ثبت. ها القرد اكله ايش الضرر اللي فيه؟ لو طبيا هذا كلام صحيح يبقى لا يجوز بيعه، لكن لو ما ورد هنا الطبيب هو المفتي، ترجع للتخصص هنا الان، المتخصص هو الذي يفصل لك في هذه المساله. طيب والخنزير اصلا قال الله تعالى انه رجس، خلاص انتهى الموضوع. ولعب النرد، لعب النرد حرام لا يجوز، وان كان بعض العلماء يرى انه على الكراهه، وبعض ما يقول التحريم فقط اذا كان المقامره كالمالكيه، والصحيح واحنا فصلنا القول في صحيح مسلم في هذا الباب، والصحيح الراجح انه حرام لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد او النرد شيء فكانما وضع يده في دم خنزير. واما الشطرنج فقد قال الجمهور انه حرام، استدلوا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه قال ما هذه ضرب هذه التوت الشطرنج، وقال ما هذه التمثيل أنتم لها عاكفون، وحديث لم يصح. وما يستدلون بعموم قول سلم كل له باطل، باطل يعني إيش؟ باطل يعني لا أجر فيه، يبقى لا أجر فيه ولا إثم. ولذلك الصحيح على الأصل فيها الحل، لذلك أنا أقول لعب الشطرنج ليس بحرام، وإن كان الشافعية يقول هو مكروه، بعضهم يقول هو خلاف الأول لأنه وسيلة لضياع الوقت، فإن لم يضع الوقت معه فليس فيه ثمة شيء. وإلا يقال أن سعيد بن جبير كان يلعب الشطرنج بظهره، يعني هو كان يعطيه ظهر، هذا إتقان، أي إتقان هذا يعطيه ظهره. تقول لي بقى روسيا ولا أمريكا اللي تقدموا في لعب الشطرنج، الرجل يقول يعطيه ظهره، يقول حركت إيش في أي موضع، يقول حركت الطبية في الموضع اليمين، يقول له حرك لي العسكري في الموضع كذا، والتحريك ويربح يكسب. مش ممكن هذا، الله أعطاهم قوة، وقوة ذاكرة وحفظ حتى المربعات بطريقة عجيبة. نعم. قال يخلو رجل بامرأة غير ذات محرم، اللهم اغفر وارحم، يقول أن يخلو رجل بامرأة غير ذات محرم، لأن الإنسان قال لا يخلو أن رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما، وسيلة أيضا للوقوع في الحرام. وأن كم وقعنا في الخطأ والحرام والمعصية، نسأل الله أن يغفر لنا. وأن يقول الرجل لا نزال بخير ما بقيت لنا، وهذا شر مستطير، لأننا ما نزال بخير إن وفقنا للخير. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، النبي نفسه أمر الله أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء. وهذا فيه كما قلنا نوع تشريك، لذلك نهى عنه الشرع. وما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، جعل الواو هنا كأنها تشير إلى الندية، ما شاء الله وشئت كأنها تشير إلى الندية، وهذا لا يجوز. لذلك قال صلى الله عليه وسلم بئس خطيب الأمة أنت، عندما قال من يطع الله والرسول فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، والمقام مقام تفصيل، فكيف يفعل ذلك؟ قال بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني لله ندا. وفي الرواية الأخرى قال قل ما شاء الله ثم شئت، قلت ما شاء الله ثم شئت، لأن هذا فيه كما قلنا نوع الشرك، فيقع في الشرك الأصغر. وأن يحلف الرجل بغير الله، والحلف بغير الله شرك،
ما أدري يستسيغ الناس الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف ما أدري، وإن كان أحمد بن حنبل يرى جوازه، قال به بعض العلماء وأخطأ فيه وأطال النفس جدا ابن تيمية في تخطئة ما تبناه أحمد بن حنبل، وجهته أنه أعظم خلق الله جل في علاه. نقول لا، عموما قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولما سمع عمر الخطاب، وعمر الخطاب لا يعظم أحد في تعظيمه لله، سمع عمر الخطاب يقسم بأبيه قال لا تحلفوا بأبائكم، من كان حلفا بالله أو ليصمت. ابن تيمية قال ذلك أقرب ما يقول لهذا القول. نعم، قال أن يحد الشفرة والشاة تنظر إليه. نعم، لأن السلام قال إن الله كتب عليكم الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. لذلك قال أن السلام لعائشة اشحذي السكين، ونهى رجلا يفعل ذلك أمام الشاة. فالرحمة، الرحمة بالرفق بالحيوان من أعظم أصول الإسلام في هذا الباب. قال فإذا ذبحت وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ولذلك مر سلم على رجل وهو واضع رجله على صفحة شاة ويحد شفرته ويتلحظ إليه ببصرها، قال أفلا قبل هذا، يعني أفلا فعلت هذا قبل هذا، أو تريد أن تميتها موتتين. هي موتات، وصحيح أنها موتات، وهذا كما قلنا فيها ما فيها من التغليظ على الحيوان ورفق الحيوان. الجمل جاء يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستعمل الأجير حتى يعلم كم أجرته. وهذا من باب أن السلام نهى عن الغرر، والغرر هي الجهالة. وقد قال السلام أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. كيف أن السلام قال أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه؟ لابد يعرف، لابد، ما ينفعش، قلت ما ينفعش، لابد للأجير أن يعرف أجرته، وإلا فهذا غرر لا يجوز كله، إلا إذا كان العرف معروف إن من العم من ال من العمرية إلى غات العنب 5 جنيه يبقى خلصت. تفضل. ما هو يعني حقه معلوم ونهى عن الغرر، حديث صريح نهى عن الغرر. حقه هياخده قبل أن يدفع عرقه شكلاً، نهى عن الغرر، والغرر هو الجهالة، لابد العقد يكون معلوماً. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.